أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وستزيد من عزلتها. وفي كلمة له بواشنطن أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل الطائرات المسيرة المتطورة والصواريخ من نوع جافلين وغيرها. سبقت تصريحات بايدن إعلان وزارة العدل الأمريكية لعدد من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى حصولها على أدلة لارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا على حد قولها. وخلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن أن العقوبات الجديدة شملت 18 فردا وعدة كيانات. في موازاة ذلك قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيرة إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف، بالإضافة إلى فرض عقوبات على بنكين روسيين كبيرين. هذا وتجري الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا تصويتا بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف. ويمكن لأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت تعليق عضوية بلد ما لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولنبرغ أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات. وأكد ستولنبرغ عبر كلمته قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل ضرورة الاستعداد لمسار طويل من الحرب في أوكرانيا، من حيث تقديم الدعم لكييف والاستمرار في العقوبات وتعزيز دفاعات الحلف. وأضاف أمين عام حلف الناتو أن قوات روسيا تستعد لهجوم كبير شرق أوكرانيا. أعلن الكرملين أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة التي تريدها روسيا، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بدء جولة جديدة من المحادثات، لكن الطريق ما يزال طويلا لإحراز أي تقدم. من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن سحب القوات الروسية من كييف بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مناسبة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني، مشددا على أن موسكو مهتمة بموافقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات الروسية الأوكرانية. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لا يمكنه أن يتقبل أي تردد من الدول الغربية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا. جاء ذلك في خطابه أمام البرلمان الأيرلندي، حيث دعا زيلينسكي أيرلندا إلى إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، متهما إياها بتدمير البنية التحتية لأوكرانيا وتعمد إثارة أزمة غذائية باستخدام الجوع كسلاح على حد وصفه. على الأرض، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قاعدة لتخزين الوقود في مدينة خاركيف الأوكرانية بضربة صاروخية. يأتي ذلك فيما ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن القتال والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الوضع الإنساني في المدينة الأوكرانية يزداد سوءا، مضيفة أن معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألف ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو ماء.